المزيد من المتابعة معي مباشرة الزميل محمد الخطيب مراسل التلفزيون المصري حول ما دار وما يستجد في جلسات هذا الملتقى الخاص ب يعني النسخة الأولى من منتدى الإعلام الرياضي، والذي نحن جميعا في احتياج إلى توصيات وإلى يعني ما يسفر عنه هذا المنتدى. محمد الخطيب أهلا بك، وما الذي دار أو الجديد لديك اليوم في جلسات هذه النسخة الأولى؟ يعني شكرا جزيلا مصطفى. بالفعل مشاهدينا الكرام، ما لازلنا نتابع معكم فعاليات اليوم الثاني والاخير من منتدى الاعلام الرياضي والذي اقيم على مدار يومين. بالفعل مصطفى، كما ذكرت، توصيات عديده خرج بها المنتدى في اليوم الثاني والاخير. نتحدث عن العديد من التوصيات، منها اولا الالتزام بالمعايير الاعلاميه لجميع مقدمي البرامج الرياضيه، ثانيا الابتعاد عن العنف ونبذ العنف في الرياضه المصريه، ايضا ثالثا هو التحلي بالروح الرياضيه في خاصة لعشاق الكرة المصرية. لدينا العديد أيضا من التوصيات التي خرج بها المؤتمر في جلسته الأخيرة والتي انتهت منذ قليل، وحملت عنوان الأخلاقيات في الإعلام الرياضي. نتحدث أيضا على مسؤوليات سواء كان لمقدمي البرامج الرياضية وعلى الجمهور المشاركون في هذا المنتدى، وبالتحديد في الجلسة الختامية أكدوا على ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية وعدم التحيز لأي من الفرق الرياضية، وأيضا عدم التمييز لهذه الفرق التي يعني تلعب في الدوري المصري وغيرها من الملاعب المصرية. أيضا تم التأكيد على ضرورة الالتزام بأخلاقيات الرياضة المصرية. هذا فيما يخص يعني الإعلامي المصري أو الإعلام الذي يقدم المحتوى الرياضي. الجزء الآخر يتحمله أيضا المشاهد أو الجماهير المصرية. يجب أن يكون هناك تمييز، ويجب أن يكون هناك عدم انسياق لبعض الشائعات والأخبار المفبركة والأخبار التي تأتي من مصادر مجهولة إلا الرجوع إلى المصادر الرسمية. هذه يعني الأخبار أو هذا النوع من الأخبار يعني يستهدف إثارة البلبلة وإثارة نوع من الجدل، وهو ما يسمى بركوب الترند، وهو ما حذر منه الخبراء الرياضيين والإعلاميين في الجلسة الأخيرة لمنتدى الإعلام الرياضي. كل هذه الضوابط وكل هذه المعايير تستهدف في النهاية إلى ضبط الأداء الإعلامي الرياضي في مصر، ليكون الإعلام الرياضي المصري هو إعلام هادف يحترم عقلية المشاهد ويحترم عقلية يعني الجماهير المصرية، دون التمييز ودون التحيز ودون يعني الانسياق وراء الشائعات أو حتى الأخبار الكاذبة والأخبار المفبركة. إذن نحن يعني أمام منتدى إعلامي كبير. بالفعل على مدار اليومين خرج يعني بتوصيات عديدة كما ذكرنا منها منذ قليل. كان هناك يعني حوالي أربع جلسات رئيسية وست ورش عمل، تم التطرق إلى جميع التحديات التي تواجه الإعلام المصري، من سواء كانوا لمقدمي المحتوى الإعلامي الرياضي من على طريق التلفزيون أو حتى على طريق السوشيال ميديا. وأيضا تم التوجيه يعني الدعوة وتم التوجيه النصائح أو الروشتة الصحية للجماهير المصرية لكي لا تنساق إلى الأخبار الكاذبة والأخبار المفبركة، والنظر وأيضا التمييز في المحتوى الذي يقدم دون يعني الانسياق وراء الشائعات. يمكن على مدار اليومين كانت هذه هي التحديات وكانت هذه التوصيات التي خرج بها منتدى الإعلام المصري، والذي نجح في تقديم روشتة إعلامية رياضية يعني كبيرة للجماهير المصرية. هذا المنتدى بالتأكيد والذي يأتي بتنظيم من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذي حققت نجاحا كبيرا من خلال تنظيم هذا المنتدى الذي يعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط. نعم محمد الخطيب، ناقش المؤتمر والقائمين على نجاح هذا المؤتمر هذا ميثاق الشرف للإعلام الرياضي والأخلاقيات في العمل الرياضي، ناقشوا كل هذه القضايا، فيكفي فخرا أن هذا ناقوس يدق المسؤولين هذا الناقوس من أجل البناء على ما يعني تم في الأيام القليلة الماضية وعلى مدار اليوم. على كل الأحوال شكرا جزيلا لك زميلي مراسل التلفزيون المصري محمد الخطيب،
شكرا جزيلا لك.